اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إننا تبرأنا من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك أولادنا، اللهم إنا نستودعك أبناءنا، اللهم إنا نستودعك بناتنا، يا من لا تخيب ودائعه، يا من لا تخيب ودائعه، يا من لا تخيب ودائعه. اللهم أنبت أبناءنا وبناتنا نباتا صالحا، اللهم اجعلهم خدمة لهذا الدين، اللهم اجعل قلوبهم نقية، واجعل أعمالهم صالحة، واجعل عقولهم واعية. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اجعل أصحابهم أصحابا صالحين.